وإذا هذا اجتماع وزراء الخارجية الذي يعقد تمهيدا وتحضيرا للقمة العربية المرتقبة، فإلى العاصمة السعودية. من العربي مواجهتها لهذا التراجع ما يبرره لكبحه وبسبب الآثار الدمارية لتعمق الأزمات وتوسعها، لابد أن نستدرك وأن نعيد الرمق إلى عملنا العربي المشترك. جامعتنا العربية هي إطار عملنا الجماعي الوحيد، هي قوية قادرة على العطاء إن أردناها قوية، وستبقى ضعيفة لا تحظى بثقة شعوبنا إن لم نعتمد التفكير المشترك والتخطيط المشترك والعمل المشترك سبيلنا لوقف الانزلاق في غياهب الأزمات والصراعات والانقسامات. معاً نعمل لإنهاء الاحتلال، ومعا نعمل لوقف الحروب الأهلية وتبعاتها الكارثية، ومعا نتصدى للقهر والفقر، ومعا نواجه الجهل والظلامية، لأننا معا ندفع ثمن هذا الراهن القاسي. دول عربية تتفكك وتستحيل ساحات للقتل وللهيمنة وللتدخلات الخارجية، شعوب عربية تتشرد، شباب عربي يفقد الأمل، وجهل ظلامي يتسلل عبر اليأس والعوز وغياب الآفاق السياسية والاقتصادية والاجتماعية. الزملاء الأعزاء، افتتح جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله القمة العربية 28 التي تشرفت المملكة برئاستها بالتأكيد على حتمية أخذنا زمام المبادرة لوضع حلول تاريخية لأزمات لتحديات متجذرة. ذاك أن التحديات مشتركة، ولا بد أن تكون الحلول مشتركة أيضا. الحاجة لذلك اليوم أعظم مما كانته أبدا، فآفاق حل قضيتنا المركزية الأولى تضيق. يوغل الاحتلال في ممارساته اللاشرعية، فيقوض حل الدولتين الذي أجمعنا والعالم عليه سبيلا وحيدا لتحقيق السلام الدائم والشامل، وإسرائيل بذلك تهدد الأمن والسلم في المنطقة والعالم. السلام خيارنا العربي الاستراتيجي، وسنقوم بدورنا كاملا لتحقيقه، لكن طريقه بينة أعلناها واضحة في مبادرة السلام العربية: إنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على خطوط الرابع من حزيران 1967. تلك هي طريق السلام الوحيدة، غيرها لن يؤدي إلا إلى تأجيج الصراع. والقدس الشريف، كما لم ينفك يؤكد الوصي على مقدساتها الإسلامية والمسيحية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، خط أحمر، هي عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة. نريد القدس المقدسة عند أتباع الديانات السماوية الثلاث، عند المسلمين والمسيحيين واليهود، رمزا للسلام لا ساحة للقهر. هكذا تكون في ظل سلام دائم على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة تعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. ولا بد أن نستعيد زمام المبادرة في جهود إنهاء المأساة السورية أيضا. سوريا جرح ينزف موتا ودمارا وخطرا علينا جميعا. لا حل عسكريا للأزمة، فلنكثف إذن جهودنا التوصل لحل سياسي يكون لنا نحن العرب الأكثر تأثرا بالأزمة وتبعاتها الدور القيادي اللازم في تحقيقه. لا بد من أن نعمل على وقف القتال وعلى دعم مسار جنيف للتوصل لحل سياسي على أساس القرار 2254 يحفظ وحدة سوريا وتماسكها واستقلاليتها ويقبل به الشعب السوري الشقيق. نحتاج أن نفعل جهود التوصل لهذا الحل، ونحتاج ضرورة وواجبا ومسؤولية تاريخية أن نأخذ الدور القيادي الفاعل في هذه الجهود. لا يجوز أن تبقى دولة عربية رئيسة ساحة لصراعات الآخرين وأجنداتهم على حساب مصالح أهلها وحقهم في العيش الحر الكريم. أصحاب المعالي والسعادة، الإرهاب عدونا المشترك ونقيض ثقافتنا
وقيم السلام والمحبة واحترام الآخر التي يمثلها ديننا الإسلامي الحنيف. حققت حربنا المشتركة عليه إنجازات مهمة في العام الماضي، فبتضحيات كبيرة نحييهم عليها دحر أشقاؤنا العراقيون العصابات الداعشية، فأنجزوا بذلك انتصارا لنا جميعا. وتراجعت سيطرة الإرهابيين المكانية في سوريا، لكن الحرب ما تزال مشتعلة أمنيا وفكريا، حسمها يتطلب شمولية في الطرح تقضي على الإرهاب حيث وجد وتعري ظلاميته وضلاله عبر جميع المنابر. تضيق جحور تمدد الإرهاب حيث تتسع مساحات الحكم الرشيد والحرية والفكر المستنير، وتتوفر الآفاق السياسية والاقتصادية والاجتماعية. والمملكة الأردنية الهاشمية ملتزمة المضي في هذه الحرب بشراكة كاملة مع الأشقاء ومع المجتمع الدولي، حماية لأمننا المشترك ولقيمنا ولحقوق شعوبنا العيش بأمن واستقرار. على مدى رئاستها للقمة استمرت المملكة في جهودها المستهدفة تفعيل العمل العربي المشترك خدمة لمصالحنا المشتركة وسعيا دؤوبا لتجاوز أزماتنا. ويقود جلالة الملك تحركات لا تتوقف، وبالتنسيق مع القيادة الفلسطينية الشقيقة ومع بقية الأشقاء العرب، وبالعمل مع المجتمع الدولي لإنصاف الأشقاء الفلسطينيين وتلبية حقهم في الحرية والدولة. وتستمر هذه الجهود والاتصالات مستهدفة حلا سياسيا في سوريا ونهاية للأزمة في اليمن على أساس القرار 2216 ووفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية، وتوافقا وطنيا في ليبيا يضعها على طريق صلبة نحو مستقبل مستقر أفضل. الزملاء الأعزاء، راهننا صعب، لكننا لا نملك سوى العمل معا على تحسينه. تلك هي مسؤوليتنا إزاء الطفل الفلسطيني الذي يستحق حرية ومدرسة، إزاء الطفلة السورية المشردة على دروب اللجوء، إزاء الطفل اليمني الذي يستحق بيتا وعيادة، وإزاء شبابنا العربي المبدع الذي يريد أفقا للتميز والإنجاز. أشكرك معالي الأمين العام وجميع الزملاء في الأمانة العامة على الجهود الحثيثة والخيرة التي بذلتموها خلال ترأس المملكة للقمة. ونتمنى للمملكة العربية السعودية الشقيقة التوفيق في رئاستها القمة 29، ونتطلع إلى إدارتها دفة عملنا العربي المشترك لما فيه مصلحة شعوبنا وأمتنا. معالي أخي العزيز عادل جبير، لك كل التقدير وأطيب الأمنيات والشكر مجددا على طيب ضيافة اعتدناها دوما في بلدكم الشقيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن أدعو معالي الأخ عادل جبير وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة رئاسة القمة 29 لتسلم الرئاسة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أصحاب السمو المعالي، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم جميعا أخوة أعزاء في المملكة العربية السعودية، متمنيا لكم طيب الإقامة ولأعمال هذه الدورة التوفيق والنجاح. ويسرني في بداية اجتماعنا التحضيري أن أتقدم بجزيل الشكر للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا على ما بذلته من جهود مخلصة لقيادة العمل العربي المشترك خلال رئاستها للدورة السابقة، كما أتقدم بالشكر والتقدير لمعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية ولكافة منسوبيها على ما قاموا به
من جهود لإنجاح أعمال هذه الدورة، كما تقدم بخالص العزاء للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة في ضحايا تحطم الطائرة العسكرية، داعياً المولى أن يتغمدهم برحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. أصحاب السمو والمعالي، يستمر تصدر القضية الفلسطينية قضية العرب الأولى لبنود جدول أعمال مجلس الجامعة على مستوى القمة، تعبيراً عن الموقف الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية كما نصت عليه القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية. وإننا إذ نعرب عن استنكارنا لاعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالقدس عاصمة لإسرائيل، فإننا نشيد بالإجماع الدولي الرافض لذلك، حيث أن من شأن هذه الخطوة إعاقة الجهود الدولية الرامية لتحقيق إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي. السيدات والسادة، يشكل التطرف والإرهاب خطراً كبيراً على دولنا وشعوبنا، ويجب التعامل معه بحزم، بما في ذلك مواجهة الفكر المتطرف وتجفيف منابع تمويله وعدم توفير الملاذ الآمن لمن يرتبط به. إن بلادي لا تقبل ولا تتسامح مع الإرهاب والتدخلات الإيرانية في منطقتنا، فلا سلام ولا استقرار في المنطقة ما دامت إيران تتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية من خلال إشعال الفتن الطائفية وزرع ميليشيات إرهابية واحتضانها لقيادات تنظيم القاعدة الإرهابي. الحضور الكرام، إن إيران والإرهاب حليفان لا يفترقان، فهي تقف وراء إمداد ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لها في اليمن بالصواريخ البلاستية الإيرانية الصنع التي تطلقها ميليشيات الحوثي على المدن السعودية والتي بلغت 117 صاروخا. أكدت بلا شك دموية أفكار مرجعيتها وتبنيها لكافة الأعمال الإرهابية المزعزعة للأمن والاستقرار في اليمن، الذي ندعم الجهود المبذرة بشأنه من قبل الأمم المتحدة تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 222/16 ووفقاً للمبادرة الخارجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني. وتتحمل ميليشيات الحوثي الإرهابية المسؤولة الكاملة تجاه الأزمة الإنسانية التي عصفت باليمن، وقد قامت المملكة بواجبها نحو العمل الإنساني والإغاثي فيه، إذ دعمت البرامج الإنسانية والتنموية والحكومية والبنك المركزي اليمني خلال الثلاث سنوات الماضية بمبلغ تجاوز 10 مليار دولار أمريكي، كما وصل عدد المشاريع التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن إلى 217 مشروع بتكلفة 925 مليون دولار. الحضور الكرام، يكتب الشعب السوري المظلوم فصلا جديدا من فصول معاناته مع العدوان الغاشم الذي يغذيه قوة الشر والإرهاب، ونؤكد مجددا على دعمنا للشعب السوري الشقيق، وندعو للحفاظ على وحدة سوريا ومؤسساتها وفقا لإعلان جنيف واحد وقرار مجلس الأمن 2254. وقد أدانت المملكة بأشد العبارات استخدام السلاح الكيماوي في الغوطة الشرقية، وطالبت المجتمع الدولي بمعاقبة مرتكبي هذه الجريمة النكرة. السيدات والسادة، إن إعادة إعمار العراق فرصة لابد من استثمارها من أجل استثمار مساهمة العراق مع شقائه في دعم مسيرة العمل العربي المشترك، وقد خصصت المملكة مبلغ 1.5 مليار دولار لإعادة الإعمار ودعم الصادرات السعودية له خلال المؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق الذي عقد في دولة الكويت الشقيقة مؤخرا. وفي ليبيا نتطلع إلى أن تسهم الجهود الليبية في احتواء الأزمة من خلال دعم حكومة الوفاق الوطني وبذل الجهود الحثيثة للعمل بما جاء في اتفاق الصخيرات من أجل حل الأزمة الليبية حفاظاً على أمنها ووحدة أراضيها.
أصحاب السمو والمعالي، تؤكد حكومة بلادي على أهمية وضرورة توحيد الجهود سعياً لإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية بما يخدم مصالح الدول الأعضاء ويعزز تعاونها لتنعم شعوبها بالأمن والرخاء والاستقرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن أعطي الكلمة لمعالي الأمين العام للجامعة العربية. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الأخ العزيز عادل الجبير وزير خارجية المملكة العربية السعودية، أصحاب السمو والمعالي، السيدات والسادة، اسمحوا لي في البداية أن أتوجه بخالص التهنئة إلى المملكة العربية السعودية على توليها رئاسة الدورة العادية 29 للقمة العربية، راجيا لها دوام الرفعة والرخاء تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز آل سعود. كما أتوجه بعميق التقدير إلى المملكة الأردنية الهاشمية وجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين على رئاسة الدورة السابقة للقمة وإدارته الحكيمة لدفة العمل العربي المشترك على مدار العام المنصرم. وأعبر عن عميق الشكر للأخ العزيز أيمن الصفدي وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية على إدارته الممتازة لأعمال الاجتماعات الوزارية خلال هذه الدورة. سيد الرئيس، تنعقد القمة العربية هذا العام وما زال حال الأزمة يمثل الصفة الغالبة على الأوضاع العربية بصورة عامة. إن أوضاعا وأزمات خطيرة مكنت قوى دولية وإقليمية من التدخل في شؤون دول المنطقة بصورة غير مسبوقة تحقيقا لمصالحها الذاتية، وبشكل يؤدي إلى تعقيد الأزمات القائمة وإطالة أمدها. وبرغم أن الأغلبية العظمى من الدول العربية لا تواجه تهديدات أو أزمات خطيرة والله الحمد، إلا أن استمرار حالات التفكك والتفتت في بعض الدول يلقي بظلاله على المشهد العربي في مجمله، خاصة وأن الأزمات لا تعرف الحدود وإنما تمتد أثارها السلبية من دولة إلى أخرى في صورة مخاطر أمنية وتهديدات إرهابية، فضلا عن تفاقم مشكلة اللاجئين التي تمثل واحدة من أخطر الأزمات التي ينوء بها كاهل الدول المستضيفة وعلى رأسها الشقيقتين لبنان والأردن. على أن المشهد ليس قاتما كله، وقد حمل العام الماضي بعض الأنباء المبشرة وعلى رأسها ما تحقق من انتصارات على جماعة الإجرام والتخريب المسمى بداعش، وينبغي العمل على تحصين هذا الانتصار بالإسراع في إعادة الإعمار وتأهيل السكان الذين تعرضوا لشتى صفوف المعاناة، تمهيدا لعودة اللاجئين لأوطانهم والنازحين إلى ديارهم. إن بذل الجهد في هذه النواحي يكاد يوازي في أهميته الانتصار العسكري، ذلك أن هذا وحده هو ما يحول دون عودة جماعات التكفير إلى هذه المناطق. سيد الرئيس، لقد أدان هذا المجلس التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية بأشد العبارات، كما عقد اجتماعا طارئا بمقر الأمانة العامة بالقاهرة في 19 نوفمبر 2017 لمناقشة كيفية التصدي لهذه التدخلات وما تؤدي إليه من تقويض للأمن والسلم العربي، وذلك عقب ما تعرضت له مدينة الرياض من عمل عدواني بإطلاق صاروخ باليستي إيراني الصنع من داخل الأراضي اليمنية، وكذلك ما تعرضت له مملكة البحرين من عمل تخريبي إرهابي بتفجير خط أنابيب النفط وتدخلات أخرى في البحرين. إن ملف التدخلات الإيرانية يشغل العرب جميعا، وهو من الأمور التي تتعامل معها المنظومة العربية بأعلى درجات اليقظة والانتباه.
وعلى جيراننا من الأطراف الإقليمية أن يعلموا أنه عندما يتعلق الأمر بتهجيد الأراضي العربية أو العبث بسيادة الدول فإن العرب يتحدثون بصوت واحد ويتحركون انطلاقا من فهم مشترك. وفي كل الأحوال فإن علينا جميعا مسؤولية معالجة الظروف التي أدت إلى إتاحة الفرصة لهذه التدخلات غير الحميدة عبر التوصل إلى تسويات سياسية مستدامة للأزمات الداخلية وحالة الاحتراب الأهلي التي تجتاح بعض دولنا. السيد الرئيس، تتعرض القضية الفلسطينية في المرحلة الحالية لمحاولة خطيرة لتقويض محدداتها الرئيسية، فقد شكل قرار الرئيس الأمريكي الأحادي وغير القانوني بنقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس والاعتراف بالمدينة عاصمة لإسرائيل تحديا غير مسبوق لمحددات التسوية النهائية المستقرة والمتفق عليها دوليا منذ بدء العملية السياسية في مطلع التسعينات. وقد حرصنا خلال العام الماضي جميعا أن تكون القضية الفلسطينية وخاصة فيما يتعلق بالدفاع عن وضعية القدس كأرض محتلة وكذا عن دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا التي تتعرض لتضييق غير مسبوق، بقيت هذه كلها على رأس قائمة أولويات العمل السياسي للجامعة العربية. إن المرحلة القادمة تتطلب منا جميعا عملا متضافرا من أجل تعزيز المواقف الفلسطينية ودعم صمود الفلسطينيين على الأرض خاصة في القدس وحشد الاعتراف بالدولة الفلسطينية على الصعيد الدولي، فضلا عن ضرورة، وهذه نقطة في غاية الأهمية، التصدي لكافة المحاولات التي تقوم بها دولة الاحتلال قبل اختراق بعض الكتل الدولية التي طالما أيدت الحقوق الفلسطينية من أجل تطبيع وضعيتها في المؤسسات الأممية بالحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن عن الفترة 2019-2020، وهو أمر إن حدث فسيكون بمثابة مكافأة للدولة الأكثر انتهاكا للقرارات الأممية. إن التحدي أمام العرب اليوم يتمثل في الحفاظ على محددات العملية السلمية كما وضعها الجانب العربي في مبادرة السلام العربية، وعدم السماح بتمييعها أو التلاعب بها أو قلب أولوياتها بهدف جني ثمار السلام قبل الوفاء بمقتضياته. وفي هذا الصدد فإننا نؤكد على أهمية الرؤية التي طرحها الرئيس أبو مازن محمود عباس رئيس دولة فلسطين في كلمته أمام مجلس الأمن في 20 فبراير الماضي، والتي قدم خلالها تصورا واقعيا وقابلا للتطبيق لتسوية نهائية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. سيادة الرئيس، في ظل ما تشهده الأزمة السورية من تطورات متسارعة ومؤسفة، فإن انحصار التأثير العربي في مجريات أحداث هذه الأزمة يتيح تدويلها بصورة لا تصب في مصلحة الشعب السوري. وقد شهدنا مؤخرا عددا من الاجتماعات التي تضم قوى دولية وإقليمية لتقرير مصير الوطن السوري بصورة أخشى أن تدفع بهذا البلد العربي إلى واقع تقسيم فعلي وتفتح المجال أمام تفتيته إلى كيانات أصغر تهيمن عليها قوى خارجية، وهو أمر لا أتصور أن دولة عربية تقبل به. إن الإجماع العربي لا زال منعقدا على أن وحدة الوطن السوري وتكامل ترابه الإقليمي واستقلاله وحقن دماء أبنائه تمثل كلها منطلقات جوهرية في أي معالجة للوضع المأساوي الذي تعيشه سوريا. لقد انعقدت إرادة دولنا في قرارات متتالية أصدرها مجلس الجامعة على المستوى الوزاري على أن الحل السياسي يمثل المخرج الوحيد لهذه الأزمة المستحكمة التي فاقت خسائرها المادية والبشرية كل تصور. وقد تمكنت جهود عربية مخلصة من جمع شتات المعارضة السورية على أجندة موحدة، وبقي أن يستمع النظام السوري لصوت العقل وأن يتخلى عن تصوراته بإمكانية الحسم العسكري اعتمادا على قوى أجنبية لا تتوخى سوى تحقيق مصالحها الذاتية.
وفي هذا الصدد فإننا نشدد على ضرورة الحفاظ على مسار جنيف الذي تقوده الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تضم جميع القوى السياسية في سوريا على أساس القرار 2254، ولا ينبغي السماح بتهميش هذا المسار التقويضه لصالح أجندات أخرى. سيادة الرئيس، لا زالت كل من الأزمتين اليمنية والليبية بعيدتين عن الحل، ففي اليمن تمعن القوى الانقلابية في البطش والتنكيل بالشعب اليمني متمترسة خلف مواقفها ومواصلة لأداء دورها كمخلب قط لداعمها الإقليمي، ورافضة لأي حوار جاد أو حل سياسي يكون من شأنه استعادة الاستقرار لهذا البلد الشقيق الذي عانى أبنائه الكثير والكثير. وفي ليبيا ما زالت الحالة الميليشيائية والميليشيات وغياب الحوار الجاد بين الفرقاء يحولان دون التقدم على مسار استكمال الاستحقاقات الدستورية المقررة، وذلك برغم الجهود المقدرة التي يبذلها المبعوث الأممي وفق خطة العمل التي تطلقها والتي تدعمها الجامعة العربية. السادة الوزراء، لا أستطيع أن أختم كلمتي دون الإشارة إلى الوضع المالي الصعب الذي لا تزال تواجهه الأمانة العامة في ضوء عدم انتظام عدد كبير من الدول الأعضاء في سداد التزاماتها في الميزانية على النحو الذي يقضي به الميثاق. وكل أمل في أن تشهد القمة الحالية والفترة القريبة المقبلة قيام أكبر عدد من الدول بالوفاء بحصصها بما ومساهمتها بما يمكن الإمانة العامة من مواجهة التزاماتها الملحة والضرورية، وحتى لا نضطر إلى مواجهة موقف صعب نتيجة تراجع نسب الدخل. إن هذا الموضوع يحتاج إلى تفهم ودعم السادة الوزراء حتى نستطيع تجاوز مرحلة الخطر الحالية ونصل إلى مرحلة من الاستقرار المالي المطلوب والضروري. سيادة الرئيس، أخيرا، سبق لي أن قدمت للسادة الوزراء إبان الاجتماع الوزاري الأخير وبالتوافق مع رئاسة القمة المملكة الأردنية الهاشمية ورقة مختصرة تمهد لحوار صريح ومثمر حول استراتيجية الأمن القومي العربي محدداته وأولوياته، وهو حوار تشتد إليه الحاجة اليوم من أجل التعامل مع الاختراقات والتهديدات الخطيرة للأمن القومي العربي. وأتطلع وبكل الصدق والأمانة إلى تلقي تعليقاتكم وأرائكم القيمة في هذا الموضوع الهام، تمهيدا لنقاش جاد بشأنه أعتزم الدعوة إليه في القريب العاجل. إن الرأي العام العربي ينتظر من القمة العربية الكثير ويعلق عليها أملا بأن تفتح باب الخروج من هذه الأزمات المركبة التي واجهتها في السنوات الماضية، وأثق أن هذه القمة سوف تكون ناجحة وستوفر للمواطن العربي كل ما يبغي ويأمل فيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر معالي الأمين العام على كلمته، وأطلب من معالي الأستاذ ستيفان دمستورا المبعوث الخاص للأمين العام الأمم المتحدة لسوريا بإلقاء كلمته، وليتفضل. Dear Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Saudi Arabia, الخارجية، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، زملائي السيدات والسادة، دعوني أن أقدم شكري تقديري للإنابة العامة للأمم المتحدة
المملكة العربية السعودية شعبا وحكومة على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال الذي حظينا به للمشاركة في هذا الاجتماع. إن هذا الاجتماع ينعقد في مرحلة هامة ليس فقط في سياق التحضير للقمة التي ستعقد في الدمام في يوم الأحد القادم، ولكن ذلك يتسق في فترة تشهد فيها سوريا أثار متعلقة بالحدود الإقليمية لسوريا، وأنني أشير إلى أن هناك مرحلة أشبه بالحرب الباردة، وذلك يشير إلى عدد من المسؤولين بالعناصر الدولية والإقليمية التي تدخل في صلب جوانب أشبه يجب أن نتصدى لأي جوانب تخرج الوضع عن الاستقرار النوعي الذي يمكن أن تشهده البلاد. ولذا فإن كافة الجوانب في سوريا وفي حمص ودرعا وحلب وكافة المدن الأخرى التي تشهد تطورا في هذه المخيمات، فإن ذلك أمر ينبغي أن يتم
President has indicated the potential of further operations in other areas of northern Syria and perhaps beyond. If BYD and YPG forces are not removed from those areas, military operations in such areas may have the potential of international tensions. We therefore urge all parties concerned to de-escalate, show restraint, and find through a dialogue a means of implementing Resolution 2401 and fully respect the sovereignty and territorial integrity of Syria. Let me also highlight one thing that is touching all of us. While all this is happening, dear friends, and this is particularly tragic at this moment, when we look at the efforts that all of you, each one of you, have been making during the last year, ISIL, Daesh, is relaunching new operations in Syria, inside Syria, and south of Damascus, rural of Damascus, and remote areas near the Iraqi border. This should be away. فإن هذا يعتبر يجب أن يعتبر بمثابة دعوة لكي نستيقظ لحدث كهذا. لذا فإن التسوية السياسية يجب أن تتضمن انتخابات حرة ومستقلة تقدم مؤسسة جديدة تراعي كافة هذه الجوانب وأن تفي بالمتطلبات الخاصة بالانتخابات على المستوى الدولي. لذا فإننا بحاجة إلى أن نوفر هذا المناخ للانتخابات، وإن الوضع الآن لا يشير إلى سيادة هذا الوضع الذين تطلع إليه. إنني ظللت أعكف على مفاوضات مع الأطراف السورية بشأن إنشاء لجنة دستورية تضم كافة الأطراف، وقد أوضحت للأمين العام بأن هذه اللجنة الدستورية يجب أن تشمل الحكومة وممثلي المعارضة في مباحثات جنيف ومشاركة منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسائية والشبابية. وبينما أؤكد على أن العملية السياسية يجب أن تنطلق في أقرب فرصة ممكنة، مع ذلك فإنني أطلب وأناشدكم جميعا على دعم هذه الجهود على مستوى الجامعة العربية ودولها الأعضاء، لأننا بحاجة إلى أن نبحث عن حل سياسي، لأنه ليس من ثمة حل آخر. لهذا لا يمكن أن نحقق سلاما في الشرق الأوسط دون سلام في سوريا. ولذا دون أن تنعم سوريا بالسلام وفي أن تكون في سلام واستقرار مع جيرانها، فإن ذلك السلم لا يمكن أن يتحقق. لذا فإننا يجب أن نتطلع إلى سوريا الديمقراطية الآمنة في حدودها المستقرة مع جيرانها، فإن ذلك ييسر سيادة السلم. وأتقدم لكم فائق الشكر وأتمنى لكم التوفيق في مداولاتكم. شكرا سيد مستورة على هذه الكلمة. والآن أدعو معالي الأستاذ غسان سلامة مبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا لإلقاء كلمته، فليتفضل معالي. شكرا معالي وزير خارجية المملكة العربية السعودية، شكرا لدعوتي إلى هذا اللقاء. أشكر السيد الأمين العام وأحيي السادة الوزراء في هذه القاعة، وأقول لهم تحيات سيدي الأمين العام للأمم المتحدة. وأعتذر بالتكلم عن بلد هو عزيز علي ووزيره موجود، وقد تقولون لا يفتى ومالك في الحاج محمد في المدينة، لكني أستمحه العذر بالكلام عن بلد عزيزة علي بقدر ما هي عزيزة علي. لو كنت متشائما لقلت أن هناك ما زال في ليبيا نحو 20 مليون قطعة سلاح في أيدي الناس، ولقلت أن دولتين تمكنتا مؤخرا من وضع اليد على باخرتين تنقلان سلاحا جديدا إلى ليبيا التي لا تحتاج لا إلى ذخيرة ولا إلى مفرقعات ولا إلى صواريخ إضافية. أما لو كنت متفائلا لقلت أنه في الشهر الماضي الشهر الثالث من السنة الحالية، فإن عدد المدنيين الذين قتلوا في اشتباكات في ليبيا لم يتجاوز 5.
الخمسة مع 12 جريحا، وهو رقم لم نره في ليبيا منذ سنوات وسنوات. ولو كنت متفائلا لأضفت بأنني جئت إليكم اليوم من طرابلس حيث أسكن منذ شهر ونصف، وحيث أرجعت بعثة الأمم المتحدة للعمل إلى جانب الليبيين من ليبيا. إذن هناك مؤشرات إيجابية، هناك مؤشرات أقل إيجابية في ليبيا. وبما يخص خطة العمل التي تبنتها الأمم المتحدة في شهر سبتمبر الماضي، يمكنني أن أقول بإيجاز أنها تسير في الطريق التي يجب أن تسير عليها، ولكن بالتأكيد ليس بالسرعة التي كنت أتمنى لها أن تسير بها، لأن بعض الإخوة في ليبيا لديهم فكر خلاق في وضع العراقيل أحيانا أمام العجلات التي يجب أن تسير عليها هذه الخطة. في موضوع الدستور، ليبيا بحاجة للدستور. هناك نص دستوري توافقت عليه الهيئة التأسيسية المنتخبة في ليبيا في 29 من شهر تموز يوليو من السنة الماضية، لكنه وجه بعدد من الدعاوى أمام القضاء، القضاء الابتدائي ثم القضاء الثانوي ثم المحكمة العليا. وفي 14 فبراير الماضي تم تحرير هذا النص، فأصبحت الدعوة لاستفتاء عليه ممكنة، لكن أي استفتاء بحاجة أو أي استفتاء دستوري بحاجة إلى قانون، ونحن يعني نسعى بكل إمكانياتنا لدى مجلس النواب في طبرق ولدى المجلس الأعلى للدولة لكي يسرع في التفاهم على مشروع الاستفتاء على هذا الدستور. والبعثة وضعت كل ثقلها إلى جانب مفوضية العامة للانتخابات في ليبيا، وكونت لها ميزانية للتجهيزات للعمل على الإسراع في إجراء ذلك الاستفتاء فور تمكن المجلسين من التفاهم على قانون لهذا الاستفتاء. وأكاد أقول الأمر نفسه بالنسبة للانتخابات، إن مر كل شيء على سلام وهذا ما أمله، فإننا سنبدأ قبل آخر هذا الشهر بسلسلة من الانتخابات البلدية في عموم ليبيا، علما أن هناك 75 مدينة في ليبيا من أصل 104 تنتهي مدة المجلس البلدي فيها خلال هذا العام. وسنحاول ونسعى بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي من أن نقدم على هذه الانتخابات البلدية في كل هذه المدن، بدءا إن شاء الله من الزاوية في 28 من هذا الشهر بالذات. الانتخابات النيابية أيضا ضرورية، كل استطلاعات الرأي في ليبيا تشير إلى أن الليبيين يريدون انتخابات نيابية، ونحن ساعدنا الحكومة الليبية على إجراء تسجيل جديد للناخبين، وفوجئ كثيرون بأن هناك أكثر من مليون ليبي جديد أضافوا أسماءهم إلى اللوائح الانتخابية، بحيث تضاعفت نسبة الليبيين الذين لهم الحق بالتصويت وهم فوق 18 من 31% في ديسمبر الماضي إلى نحو 55% اليوم، وهذا رقم جيد يعطي صدقية للانتخابات يوم تجري هذه الانتخابات. لكن طبعا هناك شروط أخرى لإنتاج انتخابات ذات صدقية، منها طبعا وجود قانون مقبول من قبل كل الأطراف، منها طبعا قبول الفاعلين الأساسيين في الساحة الليبية لنتيجة الانتخابات قبل إجرائها لكي لا نقع فيما وقعنا فيه سنة 2014، ومنها طبعا أوضاع أمنية مقبولة. أوضاع أمنية مقبولة هذا ما نسعى إليها أيضا، ولقد بدأنا حوارا واسعا في البعثة مع مختلف التشكيلات المسلحة في ليبيا، نحاول معهم بحث الشروط والسبل الكفيلة بانتقالهم أو بعودتهم للحياة المدنية، وهذا أمر مهم إذا كان من مشاريعنا أن نجري انتخابات دون أن تتدخل هذه التشكيلات المسلحة فيها. طبعا ليس الأمر بسهولة الذي يعتقدها البعض، ولكن
استعداد مختلف قادة هذه التشكيلات للدخول في هذا الحوار مع البعثة أمر جيد، ولقد دخلنا في عملية وضع استراتيجية لمحاولة إعادة احتكار السلاح إلى أيدي الدولة فحسب من خلال إعادتهم التدريجية إلى الحياة المدنية أو انخراطهم في المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية، وآمل أن نتمكن من طرح هذه الاستراتيجية على مجلس الأمن الدولي في منتصف أيار المقبل. أخيرا، لقد بدأنا عملية استشارة واسعة لعموم الليبيين منذ نحو 10 أيام، ويسرني إعلامكم أن الليبيين قبلوا بهذا العمل التشاوري بحماسة كبيرة. لقد أجرينا هذه التشاورات المحلية في كل من بغازي وغريان وزوارة، ومنذ يومين في أبو سليم وفي مختلف المدن، وسنجريها في حوالي 30 مدينة ليبية. وهناك حماس حقيقي عند إخوة الليبيين للاشتراك في إعادة صناعة مستقبلهم معنا. وهذه الملتقيات المحلية ستتوج إن شاء الله بعد انتهاء الشهر الكريم بملتقى وطني شامل يحدد فيه الليبيون الصورة التي يريدون بلادهم أن تكون عليها في السنوات المقبلة. إذن طبعا هناك ما زال أخبار سلبية من خطف، من اعتقال تعسفي، من أمور، من تعدي على ممتلكات أو على حياة المدنيين في عموم الأراضي الليبية، ولكن هناك أيضا أمور إيجابية. هذه الأمور الإيجابية لا تتم بصورة عجائبية، تتم لأن هناك عدد من الليبيين الحسني النية الذين يريدونها أن تكون، تتم لأن البعثة عاملة بكل جهدها للتوصل إلى ذلك. وهذه الأمور الإيجابية تتم أيضا بفضل الدعم الذي تحظى به خطة العمل التي نسير عليها من قبلكم جميعا، وهذا الدعم هو الذي أشكركم عليه في نهاية هذه الكلمة، وشكرا. شكرا مع الدكتور حسان سلامة. والآن أعلن إنهاء الجلسة الافتتاحية، وأشكر الضيوف ورجال الصحافة والإعلام على تواجدهم معنا، وأطلب منهم التفضل بمغادرة الصالة لكي نستطيع نبدأ في أعمالنا في الجلسة المغلقة. شكراً.